تركيا كثير حلوة، طبيعتها حلوة ومدارسها حلوة وحديقاتها حلوة وكل شيء. مدرسة كثير حلوة يعني. كثير حلوة بتعلم فيها، والأساتذة يعني كلهم بيساعدونا، كلهم بيساعدونا يعني بيعطونا مذاكرات وكل شيء حتى نكبر ونطلع. بيحكوا شوي شوي ايه بفهم، بس بسرعة ما بفهم. أنا بحب كل ما أطلع المدرسة، كل ما أفوت على المدرسة أطلع الأولى. هاي الشغلة بحبها كل شيء. بحب كمان شغلة وحدة، إني تقدر ضل آكل جاتو. عن جد بتمنى كل حياتي تكون جاتو، حتى الكراسي كل شيء يكون جاتو. أكثر شيء بحب كل مدرسة يعني أكثر شيء بحب كل مدرسة بنت اسمها إيمان، وبنت اسمها إيمان بس وحدة اسمها أي وحدة عم بيقطعوني أو بصراحة بس أنا بحبها. مش بيطلع بمسح اللوح، بمسح اللوح من تحت بس مش بيزعلوا، بس بحبهم. بالمستقبل بدي اكون يا اعلم الاولاد قران يا اطلع على سبي. انا اتمنى ارجع على سوريا. السلام عليكم. وعليكم السلام. اجابتي بيبي، بس امي بتعطيني مسؤوليه انه ضل حملي اخواتي الصغار، بلعبهم بنيمهم بروح بشتري لهم هيك. جودي وحمد، جودي محمد هذيك بس بتسحبني عبي لها مي، بتجيب لي مخده مشان نايمه، او بتقول لي روحي بس بتعطيني ليره روح اشتري لها، وهذاك حمود بده يخمشني. بحب رسانيته بسليني، وبحب ارسم بطلع فنانه، بس انا يعني كثير بحب الرسم بس ما بحب اتمنى اطلع فنانه. هاي الصوره اللي فيها شلال وبيت صغير وخضار وجبال وشمس. ايدي اتمنى اقعد فوقي انا وكل عيلتي، بيت صغير واحد.